الفكره بتاعت حضور القوى الحيه ذات شاركت في الثوره اللي هي الشريحه بتاعت الشباب غير المنظم سياسيا. هذه الشريحه الان ليست فاعله وليس لها ادوار في اتخاذ القرار. الان اللي بيتخذ القرار هي الاحزاب السياسيه اللي قفزت على مجهود الشباب السوداني اللي اجتهدوا انجز الثوره وكذا. بالتالي القصه المتعلقه بتفعيل ادوار الشباب تقزمت واضيفت حتى آلت الى الغياب يعني تماما. الكلام المجاني عن 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 تفعيل دور الشباب وادوار الشباب وكذا ده بتظل شعارات يعني ما لم يصاحبها. من المسؤول استاذ طيب صديق؟ المسؤول هي الجهه اللي عملت الوثيقه الدستوريه واللي بتحكم الان واللي عندها اتفاق مع العسكر. الجهه السياسيه اللي سردت مكونات كبيره كذا. ما في برنامج مشترك بيننا اسمه اعلان الحريه والتغيير. نعم مباشره. ولهذا الاعلان اجسام معنيه بانفاذه ومعنيه برقابه الانفاذ وكذا. طيب فالجهه المسؤوله من تغييب دور الشباب اللي حرفت مسار واهداف الثوره وقادت الناس الى قضايا ليست من صميم الاهداف اللي خرجت عشان الثوره هي قوى اعلان الحريه والتغيير. وهي في النهايه الان يعني قالت كانها بتقول للشباب يا اخي انا بناديكم عشان تطلعوا مظاهره وكذا وكذا اكون محتاج لكم عشان اضاغط سياسيا واحصل على مكاسب يعني وكذا في اطار الحكم في اطار تنفيذ اجندتي وكذا. طيبه لحياه طيبه.